من بين الحوايج اللي زوينه عندنا فيوتشر ميكرز واللي بزاف الاسر ما كيعرفوش بانها كاينه هي لا بلاتفورم سوسيال ديجيتال. بعض المؤسسات اللي كيجتهدوا كتلقى عندهم اون ابليكاسيون موبيل اللي يقدروا يصيفطوا فيها الاباء دي ميساج يسولوا على شي حاجه اولا يشوفوا دي دوفوار اكسيتيرا. هادشي عندنا فيوتشر ميكرز كاينه لابليكاسيون موبيل، ولكن حاجه اخرى زوينه اللي عندنا هي لا بلاتفورم سوسيال ديجيتال، دايره بحال فيسبوك فيها بزاف ديال الامتيازات، نوريكم بعض منها، نخليكم فرصة أنكم تكتشفوا إلى جيتوا للمدرسة، فريق ديالنا يشرح لكم التفاصيل. مثال، فاش كتدخل لابلاتفورم، كتلقى هنا يا بحال فيسبوك، الناس كي بارتاجيو، الأساتذة، التلاميذ، الإدارة، مثلا هنا أستاذة، صور توثق استمتاع تلاميذة الأولى ثانوي بزيارة ميدانية، هنا دايرة فيديو، أستاذة مبارتاجية فيديو ديال الشرح ديال شي حاجة للتلاميذ ديالها، تصاور ديال النشاط اللي دارت الاستاذه مع التلاميذ، الاستاذ في الاداره التربويه تيبارطاجي الاعلان ديال انها ستنظم امتحان تجريبي لفائده التلاميذ المستوى الثالث اعدادي، استاذه ساعدت لعبه البطاقات المتعلمين على استثمار ما تعلموه خلال الموسم الحالي، استمتاع تلاميذ المستوى الرابع باختيار التلعيب، اضافه جديده ونوعيه. الاستاذه هنا بارطاجات فيديو اللي صورته هي في واحد ليفينمون، برافو تو لي بارتيسيپون. استاذه اخرى تبارطاجي التصاور ديال المسابقه اللي نظمنا هذا الويكاند، كيف كتشوفوا هنا نقدر نبرك على تيليشارجي الا كانت شي تصويره فيها انا. دونك كتلقى اساتذه تلاميذ، استاذ هنا مبارطاجي دوكيمون ديال المات اكسيتيرا. هذا لو مور، وتقدر مثلا تبرك ودير رياكسيون داكشي اللي بغيتي ولا دير كومونتير اكسيتيرا. هادو الناس اللي انت متبعهم، كتدخل لا ليست نتاع لي مومبر هنايا وكتشوف الناس اللي كاينين في البلاتفورم، تقدر تقلب باغ نيفو سكولير، تقدر تقلب باغ تيب يعني ادمنستراتور بروفيسور اليف ايديكاتريس بارون اكسيتيرا، كتشوف الناس اللي كاينين تقدر دير لهم سويف، تقدر تاجوتيهم كوم امي، يعني نفس الشيء اللي في لي ريزو سوسيو. ومن بعد كيبداو يطلعوا لك في لو فيل داكتواليتي، تقدر تدخل لي كور، كيطلعوا لك لي كور على حساب البروفيل ديالك. بحال دابا حنا في ان كونت ديال ان امبلوي، دونك هنا عنده لي فورماسيون ديالو اللي يقدر يتبعهم وياخذ فيهم اتيستاسيون، بلاتفورم اي ليرنين، بروسيدور ستاندار، سيستم دي بريم. تدخلوا مثلا بلاتفورم اي ليرنين، دونك بحال لي بلاتفورم اللي كتشوف ديال لي فورماسيون اونلاين، تدخل تختار شي شابيتر مثلا لو ديجيتال اون ايديوكاسيون مثلا، وغادي تلقى هنا لي فيديو لي فوتو لي تيكست اللي كيحط الفورماتور، تقدر تفرج في الفيديو. دونك اكزاكتومون بحال لي بلاتفورم ديال الاي ليرنين، الاساتذه كيحطوا فيهم دروس للتلاميذ مكمله. نقدروا ندخلوا لي جروب الوغ في لي كلاس، مثلا ندخل بحال لي جروب ديال فيسبوك، نقدر ندخل شي جروب ديال القسم ديالي بحال مثلا ترون كوما ولا دوزيام اني كوليج بروميير اني باك سيون 6، ندخلوا مثلا لهذا. الوغ هنا كنلقى لي زامي ديالي اللي معايا في القسم، وتلقى هنا الاساتذه كيحطوا السلام عليكم، الخميس 30 ماي هو اليوم المقرر للاختبار الثاني وعليه يرجى ضبط درسي النعت والتوكيد، يعني الاساتذه كيحطوا شنو خص يدار، استاذ عاطيهم تمارين اكزيرسيس افير بوغ دوما. التلميذه كتسول بونجور مدام جيسبر كو فوز الي بيان اسكو ليكزامان ديال اس في تي دوما ولا لا سيمين بروشين، استاذه كتجاوبها سالو سلمى نو ليكزامان سورا لا سيمين بروشين ان شاء الله. نقدر نبرك كيف قلت على وندير رياكسيون ديالي ولا ندير كومونتير نسول حتى انا اكسيتيرا. دونك واحد الكوميونيتي اللي هي مامنه بعيدة على المشاكل ديال لي ريزو سوسيو، ولكن في نفس الوقت بنفس الامتيازات ديال لي ريزو سوسيو. نشوف مثلا شي جروب خور، مثلا نمشيو مثلا ماتيرنيل، هنايا الاستاذات كيبارطاجيو التصاور في الاقسام كلهم ماشي غير في الماتيرنيل ديال الانشطه اللي كيديروا، صور تذكاريه لتلاميذ التعليم الاولي في حفل الحناء الذي اقيم بمناسبه ليله القدر. كيدخلوا لي بارون عندهم لاكسي وكيشوفوا التصاور ويقدروا تيليشارجيو التصاور اللي بغاو، فيديو من خرجة التلاميذ الى احد المزارع التربوية. فوالا، دونك اغلبية المحتوى اللي كيتصور في المدرسة كيتبارطاجا في البلاتفورم، يعني داكشي اللي كيتبارطاجا في لي باج نتاع لي ريزو سوسيو بيبليك هذاك شوية
من داكشي اللي كيتصور في المدرسة والأنشطة ديالها. لكن هنايا لاكسي عند جميع الموظفين، جميع التلاميذ وجميع الآباء والأمهات، كلشي يقدر يبارطاجي، كلشي يقدر يدير امي، كلشي يقدر اكزاكتومون بحال ان جروب فيسبوك، غير هو هنايا محمي وبروتيجي وسيرفيي من لي ريسبونسابل بيداغوجيك ديال ليكول. كيف كتشوفوا هنايا نقدر نشوف لي نوتيفيكاسيون ديالي، الناس اللي انا متبعهم، نقدر يجيني ميساج ونتواصل مع الناس اون بريفي اكسيتيرا. هادشي فقط شويه من داكشي اللي في البلاتفورم. كيف كتشوفوا المنيو راه كبير، كاين بزاف د الحوايج. انا فقط وريتكم كيلكو زيكزامبل، تقدروا تكتشفوا اكثر الى زرتونا في المؤسسه ان شاء الله. الفريق يشرح لكم لي ديتاي.